الآن نبغى نرجع الخصائص الأساسية للنافذة، خلينا نحذف هذا، نجي هنا نشيل اللون ونجي للنافذة ونشيل اللون عشان نرجعها على الوضع الأساسي. طيب احنا الآن نبغى نفهم ايش يعني R، وهذا من أهم الأشياء اللي موجودة. طبعا هو موجود هنا في جين، يعني يتم توليده بشكل تلقائي، هذا انت ما تعدل عليه ولا تلمسه. طيب ايش اللي يصير؟ خلينا نضغط كليك عليه ونشوف ايش بداخله. هتلقى بداخله كلاس اسمه R، في عندنا attribute من R، عندنا drawable، عندنا ID، عندنا layout، عندنا string. اللي ابغاك تفهمه انه هذا الملف R.java يمثل مجلد الريسورس، هنا يمثل مجلد الريسورس، فR resource أو resources. إيش يعني؟ يعني إنه لما إحنا عندنا حاجة بداخل مجلدات drawable، هو مسوي كلاس اسمه drawable ويحط بداخله ويرقم الأشياء اللي بداخله. عندنا مجلد اسمه إيش؟ اسمه layout، لاحظ كله بداخل الريسورس. ما عليك من هذا drawable حنفهمه، خلينا نيجي للlayout. لاحظ إنه أنشأ كلاس اسمه ايش؟ اسمه layout، بداخله ايش؟ بداخله main، صح؟ ارجع الان حتلقى بداخله انه عرف متغير اسمه main بنفس اسم ايش؟ بنفس اسم الملف. طيب معناته اي شيء يضيفه للresources يتم ترقيمه هنا، تصنيفه وترقيمه. كيف تصنيفه وترقيمه؟ ترقيم زي الارقام اللي انت شايفها، ما عليك من معناها. اللي يهمني انا الان لو انت وضعت حاجة في الفاليوز في السترينج، هنا حنشوف شو يعني فاليوز بعدين، حيضيفها هنا. لو انت وضعت حاجة في اللي اوت في مجلد اللي اوت، حيضيف لها رقم هنا، نفس الاسم وحيعطيه رقم. طيب خليني اجي هنا عشان اوضح لك صورة. اي شيء في النافذة حتوضح الصورة، اي شيء في النافذة تحطه لازم يكون له اي دي. يعني لو ضغطنا بالزر اليمين قول له edit id، مسميه button 1، لازم اي دي عشان نستخدم في البرمجة. فخليني اسميه مثلا welcome، اسمي هذا الزر welcome، الاي دي تبعه مو النص. الان سميناه welcome، احفظ هنا، ارجع للار، لاحظ ضاف متغير اسمه welcome. يعني اي اي دي نضيفه حيكون بداخل الكلاس اللي اسمه اي دي. موجود بداخل مين؟ بداخل الكلاس اللي اسمه R. احنا اخذنا النستد كلاسز في دورة الجافا اللي هو كلاس داخل كلاس، فاي اي دي نضيفه يضيف له رقم هنا. طيب خليني اجي هنا واضيف زر ثاني، ما بعدل الاي دي، بشوف الاي دي حقه ايش؟ بوتون 1. تعال احفظ الكل هنا، تعال للار، ايش سوى؟ راح حط بداخل الاي دي الكلاس اي دي بوتون 1 كمان، صار عندي 2 IDs يعني بوتون 1 وويلكم. طب ايش فائده هذا الكلام؟ هو الان يستخدم هذا الكلام عشان يربط الكود، عشان نقدر نربط الكود اللي موجود هنا بالواجهة. استخدم الار عشان نستفيد منها في ربط الكود اللي موجود هنا بالواجهة. يعني مثلا احنا الان هذا الزر موجود عندنا الاي دي تبعه ويلكم، طب كيف نتعامل معاه برمجيا؟ نتعامل معاه بالاسم هذا، فالاسم هذا برمجيا حيمثل الشكل هذا اللي موجود في الصورة. يعني R أي شيء تحطه هنا يصنفه، فإذا وضعنا شيء في layout حيروح يعطيه رقم ويحطه في الكلاس اللي اسمه layout. حطيت شيء في حطيت ID حيحطه في الكلاس ID. طيب جميل، هذه هي الفكرة الأساسية من R، فإنه جميع الأشياء اللي موجودة في الresources أي شيء تحطه هنا يتم ترقيمه هنا، يتم ترقيمه هنا وتصنيفه. أي شيء حطيته في مجلدات drawable حيكون في الكلاس drawable، أي شيء سويت له ID حيحطه في الكلاس ID، اي شيء حطيته في الفاليوز حيحطه في السترينج هنا. عموما طبعا حنشوف كيف، بس فيها تفصيل الفاليوز ما تكلمنا عنها لسه. اي شيء تحطه في اللاي اوت حيتم ترقيمه هنا. يعني مثلا لو جيت انا اضفت نافذه جديده نيو، قلت هذا، لاحظ قلت له اندرويد اكس ام ال لاي اوت فايل نيكست، حيطلب اسمها، حقول له ديمو دوت اكس ام ال، جميل، فينيش. الآن احفظ، لاحظ ضاف لنا نافذة جديدة. الآن تعال هنا للآر، إيش اللي صار في الآر؟ آر، شوف آر يقصد بو ريسورس، انتبه، داخل الريسورس إيش فيه؟ لاي أوت. هو مصنف بدل مجلدات مصنف كل مجلد على إنه كلاس. آر
روح لمجلد اللي اوت، روح لكلاس اللي اوت، تلقى عندك ديمو ومين، تلقى عندك ديمو ومين.